صبري صبري يلعب الضربة الركنية، صبري عبد السلام يلعب، خبطت ردت مرة تانية، عبد السلام يسجل الأول، يترجم سيطرة الاتحاد السكندري، محمد عبد السلام يسجل الأول بهدف روعة الحلواني. لسه الخطورة لسه الخطورة لسه الخطورة لسه الخطورة، هي الخطورة والتعادل. عمرو الحلواني كلمة السر، وشادي حسين يعدل سريعا، دقيقتين فقط وشادي حسين يسجل التعادل لسيراميكا كليوباترا، 1-1. عرضية مظبوطة وهنا تسديد، الله مفيش وقت مفيش وقت، على طول الاتحاد السكندري يسجل الثالث، الديب خطفها، كريم خطفها من زاوية بعيدة، وربع ساعة أولى 3-2 للاتحاد. الديب كريم وعامر، 3 لسيد البلد، 3 لسيد البلد، الاتحاد سيد البلد، ومدد مدد 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 قادمة بالنسبة له مع نادي المقاولون العرب. عرضية حلوة حلوة، هو الهدف الثاني، هو الهدف الثاني، عرضية روعة وهدف تقليص الفارق برأسية روعة من شادي حسين عشان تبقى النتيجة 3-2. قلت لك لسه المباراة لم تنتهي بعد، لسه فيها كتير، وعرضية متقنة وهدف على يمين صبحي سليمان عشان نزلت مرة تانية من جديد لفوز الحناوي، مراوغة ممتازة من فوزي، يلعب البينية الطويلة، ادي الكورة بنيامين بوتينجا، عرضية عرضية بابولولو، قلت لك بيقرب من الهدف الرابع، قلت لك بيقرب من الهدف الرابع، 4 للاتحاد السكندري، 4 للاتحاد السكندري، هو سيد البلد، اتدلع يا اتحاد. محمد ابراهيم وصبحي ومحمد ابراهيم يا ولد بكل ثقة يقلص الفارق. تبقى سيناريو تراجيدي، سيناريو دراماتيكي بعرضية عالية، والمرة دي صبحي سليمان، والمرة دي الدفاع، المرمى فاضي والتعادل، المرمى فاضي والتعادل، ونجح نجح نجح منساه، نجح منساه، ويرجع سيراميكا كليوباترا للمباراة، 4-4 بلمسة في الجال اليسرى، لسه الكرة ما زالت مستمرة لأحمد الشيخ إلى شديد، عدى بمهارة ولعبها إلى أموتو، أموتو كرة عرضية، الله روعة 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 روعة، أحمد حمد. وأحمد عفيف ويحيى والتصويب والهدف، جول جوا الجول جوا الجول جول، الهدف الأول روعة غير عادي بقدم. محمد هلال والحارس محمود رضا ويحطها جول 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 جول، هدف التعادل. عبد الكبير الوادي بيلعب على طول، ركله ودي كوره وهدف، هدف لسه بقول لحضراتكم خطير جدا جدا، وادي الدقيقة 33، مين اللاعب؟ خالد عبدي داخل شكري، وجول جول 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 جول، ده شمعها شمعها، حط فيها وش الخواجة، بيلعب كرة على حدود المنطقة، ادي لمسة خطيرة وفرصة، ولكن فوزي وجول جول 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 جول، البديل النيجيري صديق جولا، قلت لحضراتكم عندهم اسلحه تهديفيه، وادي الخطا وادي الوقت القاتل من اللقاء، الدقيقه الرابعه بلس 90، كوره عند النجم. بيراميدز في 4 مباريات
وفوز لطلع الجيش. نشوف ابراهيم عادل بالعرض، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. رمضان صبحي يهيئها، محمود وادي، والهدف الاول لصالح نادي بيراميدز. اتاخر في التسديد، استنى رمضان يسدد، قال له انا بصلحها لك يا وادي، والهدف ثلاثي من ابراهيم عادل لرمضان صبحي ومحمود وادي. الفاينل تاتش يسجل بها الهدف الاول لصالح نادي بيراميدز. ابراهيم عادل وش رجله الخارجي، يا ولد يا ولد يا ولد على السيست، يا ولد على الفينش، في ظل غفلة من دفاع نادي طلائع الجيش. علي جبر يسجل هدف تاني ليه أيضا، بعد ما كان سجل علي جبر مع نادي بيراميدز من قبل، كان سجل علي جبر من قبل، وادي يسجل هدف تاني علي جبر. لمحمد بسام، عالية الكرة لمين؟ ليه رمضان صبحي ياخدها. رمضان 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 رمضان، وادي 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 وادي، واسيست تاني من رمضان، اسيست تاني من رمضان. لكن الجمله من اولها من مين؟ من محمد بسام. محمد بسام نادي طلائع الجيش انضغط. حازم مع الكره، حازم عرضيه فيها خطوره، فيها خطوره. بن شرقي ينزل الكره لامام اللي بيحاول، ردت لطارق حامد، ولكن المره دي ابو السعود يتالق بالتصدي لبن شرقي، عرضيه والمرمى فاضي وناجم. الزمالك يسجل اخيرا، الزمالك يسجل اخيرا. مصطفى فتحي بعد ساعة، بعد ساعة في الدقيقة 60 مصطفى فتحي يسجل الهدف الاول لمصلحة نادي الزمالك. صدها ابو السعود في الاولى، تعبتهم في الثانية، ولكن يصنعها الوقت الاصلي من احداث المباراة. وضربة حرة اتلعبت عالية عالية على القائم الثاني، محمود علاء براسه يلمس الكرة لامام اللي بيسدد، وهنا مرة ثانية والهدف الثاني. مزيان ونجم، مزيان ونجم، مزيان مزيان مزيان، محمد ونجم يسجل الهدف الثاني للزمالك. إن غاب بن شرقي فشمس المغرب عند ونجم هي الحل. أدي الكورة ورأسية محمود علاء الشامي مع الكرة، حسن الشامي، هنا حمزة المتلوث، يا ولد يا حسن، يا ولد يا حسن، لف عرضية حلوة، يا سلام يا سلام يا محمد يا سالم، عرضية روعة من حسن الشامي، ومحمد سالم يسجل الهدف الأول للمقاولين العرب. يقلص الفارق، يقلص الفارق محمد سالم. حسن أمام طلائع الجيش، ضغط حلو والتقدم من احمد عبد القادر اللي دفع بيه عدى وفات، يا ولد. ودي الكرة وجول، جول 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 جول، هدف اول، هدف اول. الباشا، الباشا محمد شريف، وحش الشاشه اللي كان افندي، لكن احمد عبد القادر حلويات، حلويات ومهارات وابداعات وبدايه مضيئه. مباراه زي ما بقول لحضراتكم دايما في لقاءات كده خطيرة جدا. وادي عاطف يا ولد يحطها في مكان خطير، وادي كرة وجول، جول 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 جول، عملها نجم، عملها صديق الأمس ومنافس اليوم، ويسجل أول أهداف اليوم.